اليوم طبختنا مثل ما حكينا منزلت باذنجان مع رز ابيض. حنشوف المقادير مع بعض. لحمه ناعمه، بندوره مبروشه، باذنجان مقشر ومقلي انا قالي قبل بوقت، بصل ناعم، ثوم ناعم، دبس بندوره، سمنه اكيد الماده الدسمه حنستعملها، فليفله خضراء، فليفله حمراء وبقدونس ولوز محمص للزينة. حيكون معنا الرز الأبيض، الرز الطويل ومي. هيك صارت مقاديرنا كلها جاهزة. طبعا هاستخدم بهارات أنا لليوم: ملح، فلفل أسود، كزبرة ناعمة، هيل ناعم، قرفة ناعمة، وبهار مشكل. يلا خلينا نروح مع بعض لنطبق طبختنا لليوم. هلأ دائما نحن منحط طناجرنا على النار، رح نطبق هلأ مع بعض الصلصة نزلت الباذنجان. رح احكي شوي عن الباذنجان انا وعم بشتغل. الباذنجان مثل ما نكون شايفين نحن بنختار الحبة الصغيرة. هلا بننزل السمنة، على نزلنا السمنة على الطنجرة. هلا مثل ما قلنا نحن انه الباذنجان اخترناه حبة صغيرة. طبعاً باذنجان بالسوق متنوع، الحبة الصغيرة هي المناسبة لمنزلة الباذنجان واللي هي الأساسية. هلأ رح ننزل الثوم والبصل هلأ هيك. أنا صارت عندي تقريباً المنزلة جاهزة هون. هاي نحن عم نشتغل هلأ للصلصة، صلصة البندورة، مشان نحن هلأ تعقد معنا مزبوط. هلأ هون بطنجرة تانية حنعمل حشوة الباذنجان واللي هي اللحمة. نزلنا سمنة، بصل، صارت أنا عندي هون تقريبا الحشوة جاهزة، البصلات عم يتقلوا والتومات والبصلات هون عم يتقلوا كمان. حركهم بشكل جيد لحتى بس أنا يدبل عندي البصل والتوم، ما منحمص لا، بس يدبل يعني يتنسف بشكل جيد مع السمنة. هلا هيك صار أنا البصل والتوم عندي جاهزين. هلا بننزل بالبندورة على البصل والتوم، بندورة المبروشة طبعا. ممكن نحن نقشر البندورة ونقطعها حسب رغبة أي ست بيت، وممكن نبرشها برش، ممكن نضربها على الخلاط كمان، يعني حسب رغبة كل ست بيت شو بتحب. هلا هيك صار عندي أنا البندورة جاهزة. مننزل دبس البندورة. دبس البندورة دائما أنا بستعمله بشان يساعدني عندي للبندورة بإعطاء اللون الجيد، لأنه البندورة مثل ما بتعرفوا أنه مانو موسمة، يعني بتكون بشكل حمراء بالموسم. بس تكون عندي بالموسم فيني أنا أستغني عن دبس البندورة. هلأ صار أنا عندي جاهز هون لننزل مع بعض اللحم الناعمة. هلأ هيك نحن طبقنا تقريبا حشوة المنزلة مع الصلصة. هلأ هيك بنحرك اللحمة بشكل جيد لحتى تتماسك، بس تفرد عن بعضها شوي مشان ما تم أنا اللحمة متماسكة مع بعضها. هلأ هيك أنا صارت عندي اللحمة تقريبا كمان عم تجهز، بندورة هون. هلأ ممكن نحن نستعين بكاسة مي مشان أنا تعقد عندي البندورة بشكل جيد. هلأ رح ننزل بالبهار، فلفل أسود، كزبرة، بهار مشكل حنخليه للأخير، الملح. هلأ هيك أنا صارت هون عندي جاهزين الصلصة، منخليها لحتى تغلي وتعقد مزبوط، بتصير عندي أنا جاهزة. هلأ بننزل بالبهار على اللحمة، ملح، عفوا فلفل، هيل ناعم، قرفة ناعمة، وهلأ منجيب الملح، منحط الملح.
طبعا الهيل والقرفة انا بتساعدني على اللحمة لحتى تزكيها وتعطيها طعمة طيبة ونكهة طيبة. هلأ بنزل كمان بالبهار المشكل. هلأ مثل ما نكون شايفين صار عندي أنا جاهز هون، اللحمة جاهزة، الصلصة جاهزة. هلأ بالخطوة الجاي رح نحشي البتنجان مع بعض، رح نطبق الصلصة. طبعا بنكون شعلين فرننا كمان على درجة حرارة 200 درجة. بصير عنا أنا عندي جاهز، أنا اللحمة هون جاهزة، الصلصة جاهزة. هلأ مثل ما نكون شايفين نحن رح نتابع طبختنا لليوم. مثل ما نحن أول شيء عملنا جهزنا الصوص مثل ما نكون شايفين هون، صار الصلصة أنا جاهزة عندي، حطيت الفلفل البهار المشكل وعم تعقد، تاركينا شوي بده يعني تقريبا 5 دقائق بتصير جاهزة. طبقنا الرز مع بعض، هيك صار الرز أنا عندي جاهز كمان، كمان بده 10 دقائق ليصير. هلأ رح نروح نشوف مع بعض اللحمة كمان مثل ما انكم شايفين نحن عملناها بأول فقرة، صارت جاهزة، استويت، حطينا لها البهارات كلها مع بعض، كمان صارت جاهزة. هلأ رح نطبق مع بعض البتنجان، كيف عملية حشي البتنجان. هلأ مثل ما حكينا قبل، مثل ما انكم شايفين كمان عندي البتنجان أنا مقطعه بشكل، أو بالأحرى مقشره بشكل أنه تقشيره وحده تقشير، مثل ما انكم شايفين لك انا فاتح الباذنجان بهالشكل وقاليه، بنقليه بزيت حامي. مقشر عندي الباذنجان يعني وحده ايه وحده لا، وحده ايه وحده لا، مشان انا الشكل يعطيني شكل كثير حلو، ومشان تحافظ الباذنجاني على التماسك وقت عمليه القلي. هلا هيك صار الباذنجان انا عندي مثل ما انكم شايفين جاهز. قلنا انه نحن بنختار الباذنجان الصغير، الباذنجان الصغير بيساعد بعمليه القلي، بيساعدني كمان انا باعطاء الشكل الحلو. وال هلا راح نحط، راح نقرب لهون، نحط هاي هون، نقرب الحشوه لهون مشان نحشي الباذنجان مع بعض. هلا بنحشي بهالشكل، عمليه الحشوه ما بدها تكون لا كثيره ولا قليله. طبعا منذكر نحن انه مشعلين فرننا على درجه حراره 200 مشان نفوت نزلت الباذنجان على الفرن. هلا في كثير من الستات بيوت ما بتفوت او ما بتحط الصلصه والباذنجان بالفرن، بس يفضل نحن نحطها مشان تاخذ طعمه الفرن او يستوي عندي انا الباذنجان بشكل كامل، يعني يتحمص شوي الباذنجان مع الصلصة وياخد طعم، لأنه رح نحط نحن البتنجان على الصلصة بعد ما تصير عندي الصلصة جاهزة. أنا بنحط الصلصة هون، هلأ بنشوفها مع بعض، بنحط الصلصة بالصينية بدنا نحطها بالفرن ومنصف البتنجان بهالشكل. هلأ هيك صارت البتنجاني أنا عندي جاهزة، رح نحمل وحدة تانية ورح نحطها هون مشان الكل يشوفها. هلا هيك نحن مثل ما قلنا كمان انه ما منكتر كثير لحمه بقلب الباذنجاني. هلا هيك صارت الباذنجاني عندي انا جاهزه مثل ما انكم شايفين، حتى عمليه يعني فتح الباذنجاني بهالشكل لازم تكون ما بكثير بوسع الباذنجان مشان انا ما يصير عندي، لانه الباذنجان بعد القلي مثل ما بنعرف حساس كثير، فورا بصير عندي طري انا. هلا هيك صار انا عندي جاهز الباذنجان، رح نروح لعند الصلصه نشيك على الصلصه، صلصتنا تقريبا صارت جاهزه. هلا بعد ما حشينا الباذنجانات حنشوف كيف بدنا نحط الصلصه مع بعض. هلا هيك نمسك الصينية اللي بدنا نحطها بالفرن ومننزل الصلصة، منوزعها بهالشكل. ما منكتر كتير، نحن لازم تكون حبات الباذنجان ظاهرة. هلا نحن فينا ممكن مثل ما قلنا بحشوة الباذنجان صارت هيك عندي جاهزة أنا الصلصة، رح نحطها مع بعض هون بهالشكل. بجيب انا حبات الباذنجان وبحطهم على الصلصه بهالشكل بشكل مرتب، بصفهم انا وحده وحده، حط بعض
مثل ما انكم شايفين بصير انا عندي الباذنجان كله، بحاول اعبي الصينيه وجاهزه، بتصير عندي انا جاهزه، بحاول احط صلصه، ممكن نحط مكسرات طبعا حسب الرغبه، ممكن نحط اي نوع من انواع المكسرات بقلب اللحمه وبعدين نزين فيها. هلا رح نشوف مع بعض انه حطينا الباذنجان مع الصلصه وصار عندي جاهزه، رح نشوفها بالشكل النهائي. وصلنا لدائما مثل كل يوم، وصلنا لحتى نقدم الطبق اليوم، هو منزلة الباذنجان مع الرز الابيض، سكبنا المنزله وحطيناها بالفرن، صارت جاهزه والرز الابيض كمان صار جاهز، زيناه بهالشكل. طبعا انا دائما وبرجع بكرر المكسرات اختياري للتزيين. هلا هيك صار انا عندي جاهز طبقي لليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم و100 صحه للجميع وتضلوا بخير دائما.